أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أحقق رعاية الحيوان والرفق به في كل الظروف والأحوال، باذلاً رعاية الطبية البيطرية له، وأن أساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وأن أكون محافظاً على شرف المهنة، ولن أستنكف عن العمل عند انتشار الأوبئة والأخطار، وأن أثابر على طلب العلم لما يطور مهنتي، منزهاً نفسي عن كل عمل يناقض فضيلة المهنة، والله على ما أقول شهيد.